اليوم احنا قامنا ناكد انه هاي ثوره كل السوريين. الايام الماضيه كان في مظاهرات خرجت في دمشق، خرجت في حلب، خرجت في السويدة، في الساحل، خرجت ايضا في مدينه دير الزور. احنا اليوم قامنا ناكد انه هاي ثوره كل السوريين، وهنا احنا بافرين مهجرين واهالي افرين طلعنا تنقول هاي الثوره، ثوره الشعب السوري، مصرين على اسقاط الاسد وما زلنا على درب الثوره قائمه. طبعا اليوم المظاهرات خارجة بمناطق المحررة نصرة وتضامن للمناطق التي خرجت تحت سيطرة نظام الأسد بالساحل ودرعا ودمشق وحلب وكافة المناطق. من خلال هاي الوقفات حابين نوجه رسالة انه نحن شعب واحد وروح واحدة ولنا أهداف واحدة وهي أسقاط نظام الأسد إن شاء الله تعالى. نحن اليوم ب 25/8/2023 جينا اليوم لإحياء الثورة السورية، نناشد أخوتنا في أهل السويداء وقفة معهم وفي درعا وفي مناطق سوريا جميعا المحتلة من عصابات الأسد الإجرامية الإرهابية، وبإذن الله هاي ثورة شعب ما بتفنى بعمرها وش قد ما تكالبت علينا الدول. نحن الشعب السوري واحد واحد واحد، قلناها ببداية الثورة، ليس لدينا عنصرية وليس الطائفية التي لعب عليها الخنزير بشار ومن والاه. ها هؤلاء هم من يثبتون على ثورتنا ومبادئ ثورتنا. نحن خرجنا للكرامة والعدالة والحرية لكي نعيش مثلنا إسوة للدول الباقية. إننا هنا الشعب السوري الصامد، قدمنا وخرجنا في هذه المظاهرة لكي نعلم هذا الطاغية بشار الأسد أننا صامدون، صامدون ومهما رغم كل أنف حاقد علينا.